مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء معتدلة وبلغت العظمى في عمان 32 درجة مئوية. من خلال صور الأقمار الصناعية نلاحظ ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة من المملكة، ومن خلال خرائط الأمطار تشير إلى خلو المملكة من أي فرصة لهطول الأمطار خلال هذه الفترة. هاي الليلة بتكون الأجواء دافئة وبتوصل درجة الحرارة إلى 21 درجة مئوية. غدا ويوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء حارة ومغبرة في أغلب المناطق مع رياح نشطة، وبتوصل درجة الحرارة ب 32 بالنهار وبالليل بتنخفض ل 21 درجة. يوم الاثنين أجواء صيفية وبتوصل درجة الحرارة ل 31 وبالليل 33 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد في باقي مناطق المملكة. إربة 19 وغدا 34، عجلون 18 وغدا 32، جرش 19 وغدا 35 درجة. بتسجل درجات الحرارة بالمفرق 20 وغدا 36 أجواء مغبرة، الزرقاء 20 وغدا أجواء حارة جدا 36 درجة. بتسجل درجات الحرارة في السلط 20 وغدا 33، مادبة 19 وغدا 32، مطار ملك علياء 18 وغدا أجواء مشمسة 35 درجة مئوية. بتسجل درجات الحرارة في البحر ميت 24 وغدا 36، الكرك 18 وغدا 28، الطفيلة أجواء صافية 18 وغدا أجواء مشمسة 27 درجة. معان 20 وغدا 34، بالعقبة بتسجل درجات الحرارة 24 وغدا 38، نهاية برويشت بتسجل درجات الحرارة 23 وغدا 38 درجة مئوية. إذا ملخص الحالة الجوية: أجواء حارة يوم الجمعة وارتفاع إضافي على درجات الحرارة يوم السبت وطقس مغبر يوم الأحد. بننتقل الآن لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، عودة لليلى. شكرا مريان.